السؤال السادس: في تفسير مصطفى محمود للقرآن الكثير الذي ورد متفرقا في كتبك ومحاضراتك، وهو لديك أكثر تحديدا وقوة، ومع ذلك فإن أفكاره تجد حفاوة أكبر، فلماذا؟ الجواب: أما أنا فقد بدأت بالجانب التطبيقي في العبادة، بإحياء السنة قولا وعملا وسلوكا، منتظرا موعود الله حيث قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. فلما جرى على لساني وقلمي وسيرتي ما علمني الله من حقائق ديني، ظنه الناس ليس من الإسلام، وما علموا أن ما أقوله وأسلكه هو الإسلام عايدا من جديد، وأن الغرابة في هذا القول وهذا السلوك إنما هي لازمة من لوازم البعث الإسلامي. ولقد حدثنا النبي فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. وأما الدكتور مصطفى محمود فقد جاء ببضاعة مزجاة، فجازت على مستهلكين لا يحسنون التمييز، هذا سبب. وسبب الثاني هو عقدة الأجانب، فإننا نحن السودانيين لطول ما رزئنا به من الإذلال فقدنا الثقة في أنفسنا، وظننا أن الخير لا يأتي من عند أنفسنا ولا من مواطنينا، وإنما هو الخير يجيء دائما من وراء حدود بلادنا، هذا هو السبب الآخر. أما بعد، فلا يظنن أحد فيما قلت جنوحا إلى تجريح الدكتور مصطفى محمود أو ميلا إلى الثناء على النفس، وإنما هو الحق في بساطة ووضوح، وستمكنني الفرصة إن شاء الله من تبرير هذه الإجابات في الكتيب الذي سأصدره في الرد على الدكتور الفاضل. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر.